أكون يعني جد مركز. السؤال الأول موجه لفضيلة الأخ المحترم السي عبد الغفور بركاني حول الحكمة التي ذكرها في عدم وجود ممثلين لحملة الوثائق أو المشتركين في تسيير أو تمثيلية في المقاولة التي تسير الصندوق. يعني شخصيا لا أرى أين هي الحكمة في هذا الأمر. ربما من وجهة نظر المتواضعة أنه يجب أن تكون لهم مادام هم المتبرعون، هم أصحاب الأموال، هم كذا، وليس لهم أي تمثيلية، وهذا هو الاختيار الذي وقف عليه المغرب. ليس لهم تمثيلية في الشركة المسيرة للصندوق. أرى بأن هذه واحدة من النقائص التي أو ربما من العيوب التي تطال النموذج المغربي، يعني عكس ما ذهبت إليه المعايير الأويفي. هذا السؤال الأول. السؤال الأويفي أعطت الاختيار، ولكن يبدو من ما كتبوا أنهم يميلون لأن هذوك كاع المسيرين يكونوا هما المسيرين، عاوتاني هما ربما مشاو. السؤال الثاني، الشريعة الإسلامية لا تحمي المغفلين. ما عرفتش كما نسيت. تحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين. ما عرفتش كما نسيت ما معناه. لقاء يومكم هذا فكذلك اليوم تنسونا وكذا كذا. فما فهمتش انا اين هو جانب ان الشريعه لا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم جميعا. ساكون قاصدا، عندي سؤالان لسيدي احمد. مشكورا، استغل وجود البنك التشاركي امنيا بنك. مرحبا سد الكريم. حملات خير تأمين تكافلي وتطبيقه وتنفيذه، قلت بأن يعني كان مقلقا، وفعلا وعديد من المواطنين يعني كانوا عازفين عن الانخراط في البنوك التشاركية بسبب يعني هذا التأخر تأمين التكافلي. يعني ظن منهم أنه سيكون أو فعلا هذا سؤال، يعني هل كان فعلا تأمين تجاري أم لم يكن في هذه المدة. ثم سؤال آخر، يعني كثيرا ما يسألني الناس، يعني شخصيا يسألني بزاف حكم تخصص عن المواطنين المغاربة عن غلاء أو نقولوا ارتفاع السومة ديال المسكن أو السيارة فتبيع المرابحة للأمر بالشرع المعمول به لحد الآن. يعني بماذا تفسرون ذلك؟ هل فعلا هناك غلاء مقابل البنوك التجارية أم هناك أمر آخر مرجو التوضيح؟ وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، سأكون موجزا. استمعت لقضية فيما يتعلق بجواز التأمين التجاري. كثير يعني من الناس المدافعين على التأمين التجاري يرتكزون على فتويين، فتوى الشيخ علي الخفيف وفتوى الشيخ الزرقاء رحمه الله العالم الكبير. إلا أن الحقيقة التي لا أعرفها الكثير هو أن الشيخ الزرقاء رحمه الله رغم أنه دافع دفاعا مستميتا عن التأمين التجاري وقال أنه لا فرق بينه وبين التأمين التكافلي إلا إذا أزلنا منه الربا، الحقيقة التي لا أعرفها الكثير هو أن الشيخ الزرقاء رحمه الله قد تراجع عن هذه الفتوى في آخر الأيام، تراجع عنها، والذي نقل لنا هذا التراجع هو بلوه في أحد اللقاءات العلمية أنس الزرقاء الباحث في المركز العام لبحث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة. هذه قضية أولى. القضية الثانية وهي أن المغرب تأخر في الدخول إلى سوق المالية التشاركية، إلا أن هذا التأخر في حد ذاته تقدم لأنه استفاد من أخطاء التجارب المشرقية، والنموذج عنده نموذج واضح. لكن المغرب استفاد كذلك من قرارات الأيوفي، المعايير الشرعية الأيوفي، وكيف عقد التأمين على أنه التزام بالتبرع. السؤال الأخير الذي تحدث في هذه القضية، الالتزام بالتبرع في إشكالات خطيرة. إذا ألزم الإنسان بالتبرع فلم يعد تبرعا، انتقل من التبرع إلى المعاوضة، في إشكالات كثيرة فنحاول أن نزيل عنه إن شاء الله. السؤال هو كيف يمكن أن نوضح هذه القضية، إخراج
يعني الالتزام بالتبرع، إشكالات الفقهية الواردة على الالتزام بالتبرع. شكرا أستاذ سوسي. Ma question est destinée à M. Khalouqi, ou sa déléguée, si vous voulez. Parmi les atouts au Maroc, l'expérience considérable pour l'assurance traditionnelle, pour les cadres, le côté logistique, technique, peut-on profiter d'une manière ou d'une autre de cette expérience dans le domaine Takaful, surtout dans CDB ? C'est clair ? Merci. شكرا أستاذ سوسي. أستاذ هيثم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمد الهيثمي، مدير مالي بنك الصفا. شكرا على هذا التنظيم، على هذا الندوة. في الحقيقة يعني البداية ديال البنود التشاركية من الأول واجهت مجموعة ديال التحديات. واحد من التحديات الاساسيه اللي واجهتها هو انها كانت خصها تبدا في 2017، دابا صافي يعني 5 سنين بدون يعني تامين تكافلي، في حين انه البنك التشاركي تقدم تمويلات على المدى البعيد، مثلا 20 سنه، كاين اللي وصلت حتى 25 سنه من اجل السكن. وفي هذه المده هذه بداو تيبانوا يعني بعض الزبناء توفوا، ف يعني خصنا تحيه كبيره لهذه البنوك التشاركيه لانها استطاعت انها تنطلق منذ 5 سنوات بدون تامين تشاركي، وكذلك مع وجود حاله الوفاه استطاعت انها تدبر هذا الامر بشكل حبي مع الورثه. دابا التحدي الثاني اللي واقع هو انه مادام هذه البنوك التشاركيه بدات وقدمت تمويلات، كذلك التمويلات كانت مصاحبه لها مجموعه ديال الالتزامات ديال هاد الزبناء العملاء باش يكتتبوا يعني التأمين التكافلي مجرد انه يدخل حيز التطبيق. السؤال ديالي الاخوه المهتمين من الناحيه الشرعيه، في حاله ما هاد العملاء هادو ما التزموش بالكتتاب، من الناحيه الشرعيه ما العمل؟ لانه البنك التشاركيه الى استطاعت تحمل هاد العبء ولا هاد لو ريسك في هاد المده هادي واستطاعت تدبروا واحد الشكل بشكل او باخر، لانه في جميع الحالات العدد الوفيات تبقى محدوده، ولكن دابا عندنا يعني في المستوى السوق المغربي عشرات الالاف ديال الزبناء اللي خدات تمويلات على مدى طويل، والاحتمال ديال الوفاه راه غادي يوقع في جميع الحالات، غتوقع حالات وفيات يعني في مطاف قبل الزمن. ما العمل يعني كيفاش يشوف يعني الاخوان زعما المستوى الشرعي كيف يمكن يعني تدبير هذا الامر من الزاويه الشرعيه مع هاد الزبناء في حال ما الى ما التزموش بالكتتاب في التامين التكافلي؟ وشكرا. شكرا استاذ هيثم. اذا اخر تدخل سيادوا على اساس التدخل.